ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم صل على محمد الذي تنفك به العقد وتنفرج به الكرب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس بعدد معلوم. هذا صلاة مبتدعة، هذه ألفاظ مبتدعة ولا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصلوات المبتدعة فلا تجوز، وربما يكون فيها شرك، لأن الذي يفرج الكروب وإلى آخره هذا هو الله جل وعلا، الرسول لا يفرج الكروب، إنما الذي يفرجها هو الله، الذي يحل العقد هو الله، العقد التي تكون في النفس أو في القلب أو في العقد المستعصية التي تعرض للإنسان لا يحلها إلا الله جل وعلا. الرسول إنما هو مبلغ عن الله وداع إلى الله عز وجل، وأما إنه يفرج الكروب ويحل العقد وإلى آخره ويفرج الكروب ويستسقى به الغمام، كل هذا شرك بالله عز وجل. نعم.